اليوم يضاف إلى رصيد شعبنا المقاوم والمكافح على امتداد أزيد من 5 عقود، مكسب آخر وتأكيد آخر على أن الشعب الصحراوي هو صاحب الحق وحده، وعلى أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي ذهب هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي. رسالتنا الأولى إلى شهدائنا وشهيداتنا، كل واحد من وحده وهو رهين قبره، أن شعبكم سائر على الطريق، وأن الذي استشهدتم من أجله ها هو يؤكد اليوم، ها هو العالم اليوم من خلال محاكمه ومن خلال دعاة الحق فيه يؤكدون أن الشعب الصحراوي سينتصر لا محالة، وأن كل الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب هي باطلة باطلة باطلة. رسالتنا الأخرى إلى مقاتلينا وإلى جماهيرنا في الأرض المحتلة وإلى معتقلينا، أن الشعب الصحراوي اليوم يؤكد مرة أخرى وتؤكد معه المحاكم الدولية والقانون الدولي الإنساني وكل القرارات، أن الشعب الصحراوي وحده سينتصر، وأنه هو صاحب الحق وحده وسينتصر لا محالة. رسالتنا الثالثة إلى أصدقائنا وأشقائنا في هذا العالم وعلى مقدمتهم وفي مقدمتهم الجزائر الشقيقة، رسالتنا إلى كل هؤلاء أنكم تدعمون الحق وأنكم تقفون مع الحق، وأن الشعب الصحراوي الوقوف معه هو الوقوف مع الحق، هو الوقوف مع العدالة، هو الوقوف مع الديمقراطية، هو الوقوف مع الإنسانية. فتحية كبيرة إلى أصدقائنا وإلى جماهيرنا وإلى كل دعاة العالم. رسالتنا الرابعة والأخيرة إلى أبناء شعبنا قاطبة في كل الساحات، في المهجر وفي الشتات وفي مخيمات العز والكرامة وفي الأرض المحتلة وفي المعتقلات، إلى كل هؤلاء علينا اليوم أن نصعد المعركة، أن نصعد النضال، أن نتوجه إلى ساحة الفعل، ونحن على بعد أيام قليلة من إحياء الذكرى 49 للوحدة الوطنية. دعوتنا لكم جميعا هو التوحد، هو الصبر، هو التحمل، هو تصعيد النضال، هو التوجه إلى جبهات القتال، التوجه إلى كل ساحات الفعل هنا وهناك. الشعب الصحراوي قوي، الشعب الصحراوي سينتصر، الشعب الصحراوي سينتصر لا محالة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.